لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن موضوع الرقية الشرعية، وسوف يأتي فيها إن شاء الله دروس إن أحيانا الله، هناك دروس كثيرة في الرقية، ولكن نريد أن أذكر قصة حتى الناس تستفيد منها. أحد الأخوة جاءني كذا سأل في المسجد وسأل عند الجزار، وهذه ثقافة أهل المغرب، في أهل الشرق يقولوا اللحام، وعند أهل شمال أفريقيا يقولوا الجزار، وهي الكلمة الأجمل والأصح. فأدلوه علي، وأنا والله أكره هذا الشيء ولا أحب أن أدخل فيه وأتعامل فيه. المهم قالوا هذه المرأة ترى الجن وترى أشياء غريبة وأمور كثيرة، والرجل يعني. فقلنا نعمل لها اختبار بالآيات الرقية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا درس كبير، لأنني سمعت رقى في أماكن وخرجت مسرع، لأنه سمعت يعني أسماء غير أسماء الله الحسنى، وكل يعني يغني على ليلاه في هذا الموضوع. الكل يريد، مع الأسف مع الأسف، الكل يريد أن يحصل على هذه المكانة الاجتماعية المهمة، ويرى الناس حول بيته ويجلسوا بالدور حتى يقرأ عليهم. البعض يشعر بالتشريف أنه هؤلاء الناس يعني جعلوا من مقامه، وكأنه كما يقول البعض ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، أو الرجل الخارق الذي يستطيع أن يتحكم في الجن ويقرأ عليهم ويطردهم ويصرفهم، كل هذه المسائل. المهم هذه السيدة كانت ترى أشياء، قرأت عليها وقرأنا ثم قرأنا، ما في استجابة. ماذا تشعري؟ ماذا؟ قالت لا أشعر بأي شيء. هل تأثرت بشيء من القراءة؟ قالت لم أتأثر بشيء. بما أن لدي دراسة في الطب، أول ما تعلمت العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية، أتذكر يعني أول دورة في حياتي، فكان هناك شحوب على وجه هذه المرأة، وتستطيع أن تحكم من أشياء كثيرة، من لون العينين، من الوجه، من الشفاه، من الأظافر، تستطيع أن ترى أشياء كثيرة في الطب. فقلت يعني متى عملت فحص لهذه السيدة؟ فحص دم. قالوا ممكن 2 3 سنين، قلت إذا سمحتم هل ممكن أن تعملوا لها فحص دم؟ نريد أن نطمن عليها، نريد أن نطمن على المكونات، الحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، البي 12، البي 6، كل هذه المسائل، نريد أن نطمن كيف هي التركيبة عند هذه المرأة. قالوا خلاص إن شاء الله خير. قلت لهم لأني أنا لا أرى شيء، الآن لا أرى شيء، سبحان الله، يعني ما أرى فيها أي علامة تقول أن هذه المرأة مصابة بشيء من علامات الجن، المس أو اللبس أو أي حاجة، هذه المرأة لا يوجد فيها شيء، ولكن واضح أنها شكلها تعاني هكذا. المهم هذه السيدة ذهبوا وعملوا لها فحص دم، وجاءت النتيجة. ما هي النتيجة؟ وجدوا أن الدم، وأنتم تعرفوا أن وحدات الدم في الإنسان السليم ما بين 13 إلى 15 وحدة في الدم. هذه السيدة كان لديها 8 وحدات، يعني أقرب إلى الموت. ولذلك في الطب ماذا يقول؟ يعاني من نقص كذا، يعني في معاناة في الجسم، إما من ارتفاع زيادة أو من نقصان. وهذه المرأة كانت تعاني، كان لديها 8 وحدات دم، يعني كيف تتنفس ما أعرف، لأنها محتاجة إلى الحديد، محتاجة إلى الأكسجين. هذه المرأة يعني أغلب أجهزتها تقريبا تعاني. ولذلك عندما إنسان يعيش هذه المعاناة لفترة طويلة، تتولد لديه حتى حساسية في العيون، ويبدأ يرى أشياء، زوالات كلها مرتبطة بالمعاناة وبنقص مجموعة الفيتامينات في الجسم، وتصبح لديه هذه الحساسية والشفافية، عرفت، حتى يبدأ يسمع أشياء غريبة، وفي العيون يبدأ يرى طبقات وأشياء تتحرك. فكانوا يعتقدوا أن هذه المرأة مصابة بالجن. الموضوع كان بسيط جدا،
الدكتور أعطاها الحديد، تأخذ حديد. 3 أيام ومع هذه المرأة تشاهد لا جن ولا أشباح ولا خرافات. سألنا عنها، قالوا ما شاء الله عليها، المرأة لا ترى أي شيء من هذه الأمور السابقة. لذلك هنا هذه المرأة لا سمح الله لو كانت بيد أحد الرقاة الذين يدعون أنهم رقاة ويستخدموا العصا والحزام والماء البارد والضرب واطلع 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 من هذه الكلام، ماذا كان يحل بهذه المرأة؟ طبعا كل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لا نزكي أنفسنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بالعلم، أن يكون لدينا علم حقيقي وثقافة حقيقية، وأنه لا نجرؤ ونتجرأ على هذه الرقية ونقدم أنفسنا ونجعل من أنفسنا والله لنا مكانة في المجتمع، جيبوه ودوه واحترامات وتقديرات، كثيرين يحبوا هذا الشيء مع الأسف. أنا لا أحب هذه الأشياء، ودائما عندما يأتي إنسان يعني أحاول بكل الطرق أني أصرفه أن لا أتدخل في هذه المسائل، وأسأل من الذي أرسلك. المرات الوحيدة التي أتذكرها يعني من سنين، من سنين، لأننا كان لنا تجربة قديمة قبل 20-30 سنة ورأينا فيها العجب، لذلك أخذنا عهد أن لا نقترب لهذه المسائل كلها، لأن هذا عالم كبير ليس بسيط. أنه أحضر زجاجة زيت زيتون نقرأ عليها ثم نقول توكل على الله، ولكن ليس لكل من هب ودب، بل لأشخاص معينين هكذا عندما تجد أنهم تقاطعوا في حياتك وأنه لا مجال أنك يعني أن تنظر إلى الجهة الأخرى، وأن عليك أن تتدخل، لأنه يوجد علامات حقيقية أن هذا الشخص فعلا يعاني من شيء ما، ولكن ليس لدرجة أننا نبحث عن هذه الأشياء ونقدم أنفسنا ونعمل دعاية ونضع اسمنا في الأماكن، وهذا رقم تليفوني واتصلوا عليه من الساعات كذا للساعات كذا. أستغفر الله العظيم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.